السلام عليكم. نواصل كلامنا عن البروسيس تولز او الادوات المستخدمه في صنع القرار او اجراء تحسينات للمؤسسه الطبيه، البروسيس تولز. وقلنا ان مفيش ترتيب معين للتولز، والترتيب ده ترتيب ابجدي. خدنا الحرف الاي كان الافينيتي دايجرام، وكان البي البرين ستورمنج زي ما شايفين قدامنا، وحرف السي اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي في اتنين تولز معانا، الكوز اند افكت دايجرام والتشيك ليست. نبدأ بالكلام عن الكوز اند افكت دايجرام. هذه الأداة لها ثلاث أسماء شائعة. أول اسم بخصوص وظيفتها أو بتعمل إيه اللي هو الكوز اند افكت دايجرام، وتاني حاجة إيشيكاوا دايجرام اللي هو نسبة إلى العالم اللي هو اخترعها، أو شكلها شكل الفيش بون أو الهيكل العظمي للسمك. كاورو إيشيكاوا أحد علماء الجودة اليابانيين المميزين اللي اشتغلوا في شركة تويوتا، وكان له بصمة كبيرة في إبراز مفهومين مهمين جدا: الكواليتي كنترول والكونتينوس كواليتي امبروفمنت. كونتينوس كواليتي امبروفمنت اللي بيسموه اليابانيين بلغتهم كايزن. ودي فرصة جيدة علشان نعرف مساهمات ومشاركات هذا الرجل العظيم في الجودة، حتى وهو شغال في الصناعة، إلا إنه هو أثر على القطاع الصحي تأثير كبير جدا. من أهم مشاركات إيشيكاوا واحد continuous improvement throughout the whole organization، من الناس اللي اعتنقت فكرة continuous improvement على مستوى الorganization كلها. كمان كان بيهتم بالcustomer satisfaction أو عمل فوكس عليه، وكمان اشتغل على eliminate waste أو شغل اللين. كمان بيؤمن بان البروبلمز بتتحل بان يحل البروبلم مش يحل اللي عمل البروبلم، fix the problem not the blame. النقطة رقم 5 strip down the process to find and eliminate problems. الراجل كان بيدور على الروت كوزز او الاسباب الحقيقية اللي ادت الى المشكلة عشان نحلها من جدرها، وده اللي هتكلم عليه النهاردة في الكوز اند افكت دياجرام. رقم 5 encourage the teamwork and create an atmosphere of innovation. الشغل كله عبارة عن شغل teams وinnovations، الحاجات الجديدة اللي ممكن تفيد الكاستمر والخدمة المقدمة. وآخر حاجة merged the ideas of the other Gurus with his own and developed technique he called the seven tools. Gurus اللي هم العلماء، مجموعة علماء أو اللي زيه اللي بيخترعوا زيه، هو اخترع الكوز اند افكت دياجرام او الإيشيكاوا دياجرام، بس في غيره اخترعوا تولز تانية برضو بتستخدم. فهو جمع 7 تولز مع بعض وقال دول اهم التولز اللي ممكن نستخدمها في عملية التحسين. ايه هم 7 تولز دول؟ زي ما احنا شايفين كده الباريتو تشارت، الستراتيفيكيشن، التشيك ليست او التشيك شيت، السكاتر دياجرام، الهيستوجرام، الكنترول تشارت، والفيش بول. خلينا نعمل بقى فوكس اكتر شوية على الفيش بون اللي إيشيكاوا اشتغل عليه. هنشتغل التولز بتلات اسئلة كالعادة: امتى بنستخدمها، شكلها ايه، والخطوات بتاعتها. خلينا نبدأ باول حاجة اللي هو when to use او امتى بستخدم الإيشيكاوا دياجرام. انا بستخدم إيشيكاوا دياجرام لما عايز اعرف سبب مشكلة معينة، to identify and organize possible causes of problems. من ممكن استخدمها كخطوة من خطوات الروت كوز اناليسيس او الـ RCA. الروت كوز اناليسيس دي تول بنستخدمها علشان نعرف جذور المشكلة لإيجاد حلول سريعة، وبنستخدمها على وجه الخصوص في حالات السبيشال كوز فاريشن، اي حاجة خطرة تحصل او مش موجودة في السيستم او طارئة على السيستم، وكمان بتهدد امن وسلامة المرضى والعاملين. الروت كوز اناليسيس لها اسم اخر، اسم دارج وكل كتب بتستعمله، اسمه انتنسيف اناليسيس. يبقى ممكن استخدم الفيش بون في الروت كوز اناليسيس كتول لاني اعرف الاسباب، بس مش هي قاصره على دي فقط، ده في تولز تانية بتعرف الاسباب زي الخمسة واي، فايف وايز، من الحاجات اللي ممكن استخدمها في الروت كوز اناليسيس. والنقطه الثالثه، لو انا عرفت الاسباب الحقيقيه وحطيت لها خط للحل او اكشن بلان، يبقى انا اكيد هحقق النجاح المطلوب. طبعا السؤال الثاني معروف، هاو تو ديسبلاي، هي عباره عن فيش بون او الهيكل العظمي بتاع السمكه، بيبقى في راس السمكه والجسم بس بدون لحم، هو كله عباره عن عظم. الافكت بيبقى موجود على الراس، والكوز بيبقى موجود على السفه او الهيكل العظمي بتاعه السمكه. هاو تو ديسبلاي
بوز اند افكت دياجرام او اشيكاوا دياجرام. اول خطوه بنرسم خط بالطول، واللي على يمين الخط بيبقى الافكت او المشكله اللي حاصله او راس السمكه، وبعدين على شمال الخط بنكتب الكوزز، وبعدين بنعمل خط طويل اللي هو العمود الفقري للمشاكل. العمود ده بيطلع منه اربع او خمس اعمده ميلين تانيين زي الخطوط الحمراء اللي احنا شايفينها، ودي بنسميها كاتيجوري او الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى الافكت. الكاتيجوري دي ممكن تبقى حاجات جاهزه العلماء اشتغلوا فيها زي ال 5 بي زي ما احنا شايفين، البروسيس بروسيدر، بيبول، بوليسي، بلانت، برايس، بنحطها على راس كل كاتيجوري من الكاتيجوري في الخطوط الحمراء دي. او مثلا عندنا ال 4 ام زي المان باور والميثود والماتيريال والماشينري، بحط كل اسم من الاسماء دي على الكاتيجوري بتاعها، وبعدين ابدا في الخطوه الخامسه اعمل برين ستورمنج او عصف ذهني لكل الكاتيجوريز علشان اطلع منه سب كاتيجوريز او الاسباب الفرعيه من الاسباب الاصليه. الخطوه السادسه انظم الاسباب في كل كاتيجوري، يعني الميثود الاسباب بتاعها ايه، المان باور بشوف الاسباب بتاعه ايه، والخطوه السابعه ارسم خطوط طالعه من الكاتيجوريز واحط عليها الاسباب او اكتب الاسباب. هذا ما يخص الكوز اند افكت دياجرام او الاشيكاوا دياجرام. التول القادمه هتبدا برضو بحرف السي واسمها التشيك ليست. بستخدم التشيك ليست لسببين. اول حاجه الاعتماد على الذاكره لا يكفي، when reliance on memory is not sufficient، حد بينسى، فلازم اتاكد ان الاجراء ده بيتم بصوره صحيحه، وعشان كده بعمل تشيك ليست علشان اشيك على الخطوات. والسبب الثاني when task for a process or activity are critical and omission may cause harm. السبب الثاني ان التاسك اللي انا براجعه في البروسيس ده ممكن يكون خطير، وعدم التأكد من حدوثه قد يؤدي إلى تعريض المريض أو الأهل أو أحد العاملين بالمؤسسة لخطر حقيقي. قوة التشيك ليست في الدقة اللي هو الأكوريسي، الأكاونتابيليتي أو المسؤولية أو المساءلة، التكملة الكومبليتنس، بتأكد إن الإجراء بتاعي كامل، والإفشنسي أو الكفاءة، أتأكد إن كل الستبس اتعملت وبالتالي أبقى أنا efficient في عملي. انواع التشيك ليست اللي موجوده طبعا احنا هنقول اربعه، لكن في اكتر من كده. في حاجه اسمها ordered list، itemed list، sub list، والprioritized list. الordered list يعني خطوات مرتبه وانا بشيك على الترتيب، او ممكن تكون itemed list بشيك على وجود الاشياء دون ترتيب بس لازم تكون موجوده. والجزء الثالث اللي هو sub، والتايب الثالث اللي هو السب ليست، عندي ايتم والايتم موجود جواه سب ايتمز انا بشيك عليه. والحاجه الاخيره البريوتورايزيشن، اني بشيك على الاهم في المهم، يعني انا بحط الخطوات المهمه الاول اللي راجعها، وفي الاخر بخلي الخطوات اللي هي مش مهمه في نهايه المراجعه. طيب ازاي انا اعمل التشيك ليست؟ هو طبعا التشيك ليست شكله معروف زي ما احنا شايفين في الصوره كده، انا بنحط التاسك على الناحيه اليمين او الشمال زي ما احنا عايزين، يعني هو سطر بيبقى فيه التاسك او بيبقى فيه الخطوه او البروسيس اللي انا بشيك عليه، وبيبقى جنبه مربع بوكس بعمل له صح او غلط، صح لو اتعمل وغلط لو ما اتعملش، يبقى انا بدور على الكومبليت ليست. يبقى هو كونستراكت ايدنتيفاي كريتيكال تاسك تو بي كومبليتد فور ا بروسيس، والجزء الثاني ميك ا ليست اوف اليمنت وذ ا سبيس تو انديكيت كومبليتنس اوف ذا تاسك بيفور موفينج تو ذا نيكست ايتم. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن حرف الدي، وهنبدا بالديبلويمنت شارت او بيسموه كمان البلاننج جريد، لكن الاساس في التسميه هو الديبلويمنت شارت، عشان كده بداناه بحرف الدي. الى اللقاء.